لو خدنا البنت جوزناها لابوها ايه اللي يحصل؟ بنت تتجوز ابوها. طبعا في البني ادمين لا، اوعى حد يعمل كده. في الكلاب مضطرين، يعني ما باليد حيله، مضطرين ان احنا نجوز البنت لابوها. يلا بينا كده ناخد شفره اسمها شفره مالينو، ونطلع عند ميلو بره عند الخيط ونشوف رد التحليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة دي شفرة، شفرة دي كلبة مالينو مولودة عندنا من ولاد ميلو، تمام؟ ودلوقتي هي حايدة وعايزة تتجوز. فدلوقتي طبعا أنا ما عنديش ديكورة غير ميلو، يعني مضطر ما باليد حيلة. في ناس هتقولي طب ما تغير دم وغير السلالة وبتاع، شايفين بصوا الكلب الهاسكي هيموت هيموت ويجي لك. هيموت هيموت هيموت. ده الكلب الهاسكي اللي بيصوت لوحده. ركزوا معايا، بيصوت لوحده لوحده كده. بصوا هو واقف جنبي حتى عايز يتجوز وبيصوت، بيبقى واقف جنبي كده عايز يتجوز وواقف يصوت. طب مفيش حد بيعكسه ولا حد جاي ناحيته بيصوت. ولما نزلنا ليه مقطع على التيك توك وهو بيجري ويصوت كده، الفيديو خد ترند، خد ترند. ليه؟ كلب بيصوت، الجمهور بيضرب الكلب. هو واقف جنبي، بصوا بصوا لما اتحرك ان دايف اهو. سامعين؟ بيصوت لوحده. سامعين؟ اهو. الناس بقى تقول لي ايه؟ الناس تقول لي حرام عليك انت بتيجي لو الكلب انت بتضربه، الكلب ده خايف. هو بيصوت، هو حياته صوت. اهو. طبعا هنطلع دلوقتي شفره نطلعها مع ابوها بره عند الخيل ونشوف رد فعله كده ايه لما يشوف بنته. يمكن اشيل ورايا. طبعا ده يا جماعه كله عارفها، كلبه دي اللي احنا كنا بنطلعها عشان الفراخ. هي راحت لمينو بقى. طبعا هي راحت لمينو كده. احنا رابطينه يا جماعه مش طالعينه، نشوف هي رد فعلها ايه معاه. هي بتدور على فراق، دماغها بتدور على فراق. تعال طبعا نيلو يا جماعه هينعبط ويجيبها ومرغوب. لازم نعمل ستوب ساعة لو طلع عليها. طبعا هي بتستغرب لأن أول مرة تتجوز. تعال لا 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 لا، ده احنا هنطلع لها ميلو، هنطلع لها ميلو. اقفل بس الباب عليها، هنطلعك ليها هنطلعك ليها. مش ممكن نطلع من الحته دي؟ لا لا مش هنطلع، هنطلعك ليها. اقفل ايه بس عيب والله. خد تعالى يلا. طبعا هي مركزه مع الفيران، ولان كنا معودين ان احنا بندخلها هنا عشان الفيران والحاجات دي، وميلو طبعا مشغول بيها اهو. تمام طبعا يا جماعه دلوقتي جيت نعمل محاوله كده بسيطه ونجوزهم لبعض. دي زي ما قلنا انتهى اول مره تتجوز، تمام؟ صوتت ولقينا ان المهبل صغير،
ودي اللي بتحصل مع اغلب مربيين الكلاب. يعني اغلب مربيين الكلاب لما بيجي يجوزوا كلابهم تكون اول مره بيبقى الميبر صغير، فده اللي بيحصل. فدلوقتي احنا هنضطر نتدخل ثانيه واحده كده، ممكن يتجوز. هو دلوقتي مش عارف يتجوز على فكره، يعني بيطلع ويشتغل عليها وينزل. ممكن نعوز الفازلين على فكره، الفازلين الطبي طبعا يا جماعه. كده هنضطر نستعمل الفازلين اهو، ده فازلين طبي تمام، هنضطر نستعمله مع النتايه علشان طبعا واضح ان المهبل صغير وده شيء مهم. بناخد حته فازلين على سرعه كده، بس طبعا المشكله ان احنا عدى يوسف مسك له الدكتور. بناخد يا جماعه، عايزين نركز كده، يا ريت بناخد حته فازلين اهي تمام، علشان الناس تركز معايا، لان احنا ايه الموضوع ده ساعات بيقابل ناس كتير. اهو حته فازلين صغيره كده، ده فازلين طبي، ما ينفعش تجيب اي حاجه تانية غير الفازلين تمام. وهنجيب النتايه اللي نشغل فلاش، نمسك النتايه نيجي هنا كده يا جماعه، نيجي هنا كده عشان دي مهمه جدا. بنمسك النتايه كده اهي تمام، ونحط على المهبل كده من بره اهو، نحط على المهبل من بره كده زي ما انا حطيت كده، شايفين الفازلين اهو. وبعد كده نبدا ندخل ايدي كده بالراحه تمام مع النتايه اهو كده، دخلت صبعي في اتجاه الرحم. فين بقى اتجاه الرحم اللي القضيب بتاع الكلب بيخش فيه؟ بنحط ايدي كده. طبعا في ناس، انا عارف ان في ناس قرفانه ممكن تبقى قرفانه، بندخل صبعي كده تمام في اتجاه الرحم لفوق كده، ونبدا نجوز. طبعا يا جماعه كده انا جوزتهم اهو تمام، جوزتهم اهو تمام كده. هي جوزت كده طبعا شفره، جوزت ميلو. نشغل فلاش، شغل فلاش عشان الاضاءه. بس كده يا جماعه طبعا على الاضاءه هنا ضعيفه شويه تمام. كده اتجوزوا الاثنين اهو تمام كده. طبعا الحمد لله. طبعا زي ما قلنا الفازلين اهو، ادي الفازلين اهو تمام، ادي شكل الفازلين تمام. بتجيب علبه فازلين بتخليها عندك دي لما تكون نتاي اول مره تتجوز. وزي ما وريتك بالظبط، معلش هو الموضوع ممكن يكون مقزز او مقرف شويه، بس طبعا دي شغلتنا يا جماعه، احنا تعودنا على كده. يعني احنا بقى لنا 20 سنه شغالين في كده. في ناس بقى ممكن تخش تقول لك البس جوانتي البس كذا، ما ينفعش ما ينفعش. اوعى اوعى تلبس حاجه في ايدك تمام، لان ممكن اي حاجه تنقطع في مهبل النتايه او كلام من ده، لان ممكن تبص تلاقي واحد يجي رايح ما فيش جوانتي، يجي رايح مدور على جوانتي قديم. اي ميكروب يخش جوه لازم ايدك تبقى غاسلها بالماء والصابون، وتاخد حته فازلين كده وتعمل كده تمام. بعد ما تخلص اغسل ايدك بالميه والصابون وبالديتول وبالبيتادين، الله يا رب حتى تغسل ايدك في ميه نار، محدش ليه عندك حاجه تمام. فطبعا انا بنجوز دلوقتي، مفيش وقت ان هروح ندور على جوانتي. طبعا انتوا عارفين ان المزرعه هنا في مكان المفروض يبقى مؤهل عندنا هنا كل حاجه، بس طبعا في ظروف بقى، في ظروف بتحكم علينا، عشان انا عارف ان في مفارم ياما واللي هيخشوا يفرموا كتير. طبعا ده دي حاجه شغلي وحياتي، محدش يعني يتدخل لي فيه تمام. ادي يا جماعه النتايه اهي اتجوزت من الذكر. يا رب تكونوا استفدتوا كده. وزي ما قلنا هنستعمل الفازلين الطبي اهو تمام، لما تكون نتايه اول مره اهو، اول مره تتجوز تمام. تحياتي لكم يا جماعه، واحلى مسا عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم.